أحمد مزيان في وضعية مناسبة للتسديد، لكن فقد التوازن. الكرة راحت إلى 5 أمتار و50. لاعب اتحاد العاصمة، 3 أهداف في الدوري عبد الرحمن مزيان لحد الآن مع الاتحاد. جيد بوقرة اعتمد في قائمته على لاعبي الأندية التي تشارك في المنافسات القارية. الكرة النيجيرية بالرأس، ولكن هنا فريد شعال بالتصدي يخرجها إلى الركنية. يخرجها فريد شعال بالركنية، ربما هذه أخطر كرة للمنتخب النيجيري في المباراة، ولكن فريد شعال التصدي، كرة تحول إلى الركنية. بوابة المرمى تبقى موصدة محكمة الإغلاب لحد الآن. ركنية من أدامو جيبو في تنفيذ هذه الركنية النيجيرية. 60 دقيقة، دائما 4-0. هل هناك تغييرات؟ فعلا تغييرات في صفوف المنتخب النيجيري الذي يبحث عن إيجاد التوظيفات اللازمة لإقحام إدريسا كاريمو. صامبا أيضا يأخذ مكانه في هذه اللحظات. لاعبي الهجوم إدريسا، لاعب نادي اتحاد الدرك الوطني، 29 سنة. الآن يمكن أن ننسى ما يقع في الميدان إلى المدرجات ونتجه إلى المدرجات. هنا تصنع أجمل الصور بملعب وهران. الأمور حسمت على مستوى الميدان. ملعب ميلود هدفي بوهران، كما قلت، يحتضن أول مباراة رسمية. المباريات الأخرى كانت كلها ودية، وكانت في كل مرة تشهد حضور جماهيري كبير. واليوم الجمهور الوهراني والجمهور الجزائري عموما وفي للمنتخب الوطني الجزائري.